السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتحية السلام في نواكشط ظلال قل أن تغشى سواها من المدائن والأمصار. فنواكشط في البدء والختام هي مدينة من سلام، سلام في المحيا، وسلام في المشاعر، وسلام في الإيماء، وسلام في القرى، وسلام في السلام. هنا يمشي الاطمئنان مسائلا عن سواه، فلا يلقى غير نفسه والأمان. جاء إليني في العبارة والمتن والشروح والمحاضر وطيب المعشر وأغنيات التلال وترنيمة الساحل وديوان قديم للمتنبي مسامرا أراجيز رؤبة بن العجاج وغرائبيات طرفة بن العبد، وملوحا بإعجاب لمحمود درويش وأمل دنقل ومحمد بن نيس. ها هنا في نواكشط الواصلة بين شرق وغرب وجنوب وشمال، ففي صحرائها بعض من التماع سراب يذكر بتلال نجد وسهول تهامه وسيرة بني هلال. وفي وداعة النهر احتفال طقوسي خفي لقبائل الماساي والزاندي والفلان، وفي لحونها زقزقة من فرح الأحباش وشجون النوبة والصعيد البعيد. لوحة من جمال وتشكيل من حنو وود وابتهال. فما تقول عن نواكشط وماذا تدع؟ هذه المضمخة بعبق شنقيط في وقارها وحفاظها وجزالتها، هذه الوريثة على عرش أودغست وكومبي صالح وأوزبي، هذه المشرعة أحدابها على انطلاقة المرابطين واندياح تألقهم حتى عرصات العدوة الشمالية، هذه الحفيظة على ذخائر صنهاجة وكانوا وتنبكتو وسكوتو، هذه المستمسكة بحنيفيتها المعتزة بعروبتها الحانية على مغاربيتها، عين على السيادة وقلب في الانتماء وذهن من دبلوماسية ذكية. نواكشط من أقبلت على كل الحلم الموريتاني لحظة أدارت للاستعمار ظهرها، فأسقطت عن رئتيه آخر ذرة من أكسجين، ومنذ إذن هي الرمز الساكن في النبض، لمحا في التنوع الناظم لطيف المجتمع العريق، وموئلا لملتقيات السياسة والثقافة، ونداء للمعاصرة والتحديث لا يهدأ والأمل يكتنفه، وصوتا ماردا تحمله قامات مباركة من الأخيار الكبار. إنها نواكشط وهذا عامها. منها ومن غيرها من مدن كانت الانطلاقة تمضي فتحترم في مدائن الشرق والغرب، بانية أمجادا في الشعر والأدب، ودورا للحكمة في الشريعة وأصول الدين، ومرجعا في النحو والصرف، وبدائع يضرب لها الضاد. فكان أولئك بحق شرف نواكشط وشنقيط وتشيت وولاته وودان وغيرها من المدن والقرى المعروفة لديكم والمقدرة في عالمنا الإسلامي. والمجال هنا لا يتسع لذكر أولئك الأعلام أو ذكر أسمائهم، ويكفيك من البستان بعض زهره وبعض نشره. تلك قصة لا يطرب لها مثل اللسان الحساني، أقرب أرخبيل محلي لفصيح اللغة في بلاد العرب قاطبة. وبهذه المآثر استحقت نواكشط أن تصطع عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2030. اختياراً ضمنت به الدول الأعضاء في اليونسكو موسماً من مواسم الفرادة الفكرية الفنية الفائقة، واختباراً
للؤلؤة التلاقح في برزخ اللقاء الإسلامي العربي الأمازيغي الأفريقي، ليروي الزمان من ثمة جيلاً عن جيل كيف رتبت نواكشط إلى حلبة الفعل المخصاب، ندوات تتقن فن المثاقفة، ومسابقات تشع بالصيال الشريف، وصفحات من أسفار تنير وتستنير، ومواهب تسكب حيويتها فناً وأدباً في المسارح والمعاهد والصالات، ومعارض ترتاد العيون والأسماع بكل منتخب نفيس. إنه وعد عام كامل تهيأت له منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة دعماً ومساندةً وتنسيقاً لتمسية اليوسكو طوال 360 يوماً وأكثر بعض هذا الهواء الذي يدلف إلى نواكشط من جهاتها العشر. هذا بالطبع لأن في العداد الشعر، فهو وحده في نواكشط له جهات ست، وليس ذلك بكثير على مليون شاعر. فمرحباً بنواكشط في أفئدة أكثر من 1,200,000 نسمة من أبناء وبنات العالم الإسلامي، ومرحباً بالهمم والعزائم على مدرج عاصمة الثقافة. وكم يسعدني في هذا المحفل أن أعلن عما ستقدمه الإيسسكو لمدينة البحر والسهل، دعم ثقافي متكامل تزهو به نواكشط بين شموخها ودلالها، بين مختبراتها ومتاحفها، فإنها علينا لغالية. وإليكم غيض من فيض ما ستشرف الإيسسكو بتقديمه. أولاً، حفظ وتثمين المواقع التراثية والعناصر الثقافية المسجلة على لائحة الإيسسكو للتراث في العالم الإسلامي، ومن ضمنها المساهمة في ترميم عدد من المواقع التراثية. ثانياً، المساهمة في إنجاز التصميمات الفنية والمواصفات البنيوية لقصر الثقافة ومتحف المخطوطات بنواكشط. ثالثاً، المشاركة في عقد الندوات والمهرجانات والمعارض والجوائز في مجال التراث والأدب والشعر والفن، وتنمية المواهب الناشئة، والعناية بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة. رابعاً، التعاون في تنظيم المؤتمر الدولي الثاني حول دور القيادات النسائية الجامعية، وتخصيص هذه الدورة لمساهمة المرأة الموريتانية في التنمية الثقافية والدبلوماسية الحضارية. خامساً، المساهمة في دعم المبادرات المقراولتية لتنمية الابتكار والإبداع وبناء القدرات الشبابية في هذا المجال. سادساً، إطلاق منتدى الإيسسكو للشعراء الشباب الذي سيعمل على تجميع الشعراء، على تشجيع الشعراء الشباب في موريتانيا وصقل مهاراتهم وإبراز إبداعاتهم وتثمين مساهماتهم في خدمة قضايا الحوار والسلام. ووعياً منا بتطلعات الجيل الجديد في ولوج عالم الرقمنة، ستدعم الإيسسكو استخدامات التكنولوجيا في المنظومة التربوية والتعليمية في موريتانيا. فشكراً لشباب نواكشط وشاباتها، شكراً لجموع المفكرين والأدباء والفنانين، وشكراً مبجلاً للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة واللجنة العليا للاكتفائية. شكراً وتقديراً كبيراً لوزارة الثقافة الموريتانية ممثلةً بوزيرها الهمام. شكراً لكل أولئك الذين جعلوا الحلم حقيقةً وما أجملها من حقيقة. وقبل ذلك كله، شكراً وافراً جليلاً وتقديراً غامراً أصيلاً لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يشكل حضوره في صدارة هذا الحفل شارةً ذات مغزى تاريخي في مضمار التنمية الثقافية بجمهورية موريتانيا الإسلامية، ودعماً كبيراً لمنظمة الإيسسكو القريبة منكم الغالية على قلوبكم. وختاماً، اسمحوا لي أن أهدي هذا الأديم النواكشطي بعضاً من نشيدي، فلعل هذا الإنشاد يضيف شاعراً إلى المليون ليصبح العدد مليون شاعر، ليصبح العدد مليون شاعر وشاعر. الأطلسي تباهى في محياها، وهام شوقا
وأسرى في حناياها. الأطلسي تباهى في محياها وهام شوقاً وأسرى في محياها، وقام يهمس في أمواجه طرباً يسامر النجم مفتوناً بمرآها. هي المدينة والتاريخ يعرفها، والبيد والعيس تشدو في طواياها. هذه نواكشط بنت الجود باسقة نبراس عز تجلت في حلاياها. هذه نواكشط بنت الجود باسقة نبراس عز تجلت في حلاياها. إذا أتيت إليها أقبلت كرما، وإن بعدت فإن الوعد لقياها. فيها الأكارم أصل الطيب معدنهم، والفاضلات كريمات سجاياها. أبية في دروب المجد شامخة، أرى الجمال مضيئا من ثناياها. والشعر فيها له جاه وألوية، وهج الثقافات فيه من خفاياها. أم التراث أهازيجا ومحضرة، وللبصيري منها نفح رياها. هي العواصم ليست كل عاصمة يزهو من الأدب الوضاح مسراها. هي العواصم ليست كل عاصمة يزهو من الأدب الوضاح مسراها. واليوم أنت عروس في ثقافتنا، واليوم أنت عروس في ثقافتنا. بانت سعاد فأنت اليوم مجلاها. واليوم أنت عروس في ثقافتنا، بانت سعاد فأنت اليوم مجلاها. سيري نواكشط يا فخرا لأمتنا، لكي يقال غدا الفخر إياها. فأنت عاصمة تغني الوجود لنا. حي الرئيس بما حيت وحياها. سلمت شنقيط يا أهزوجة سطعت كل المدائن بانت في زواياها. فأنت عاصمة تغني الوجود لنا. حي الرئيس بما حيت وحياها. سلمت شنقيط يا أهزوجة سطعت كل المدائن بانت في زواياها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.